وينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، ما هي تفاصيل الاشتباكات الجديدة بين عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني وقوات الجيش التركي، خاصة في هذا التوقيت بالذات بعد نتائج الانتخابات التركية؟ نعم سارة، في الحقيقة وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة وتحقيقه الأغلبية البرلمانية، الحكومة عادت وأكدت من جديد أنها ماضية في حربها ضد من تسميهم بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم حزب العمال الكردستاني. اليوم رئاسة الأركان التركية قالت في بيان لها أن 6 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني قتلوا خلال الاشتباكات الدائرة في مناطق عديدة في الحقيقة في مدينة ديار بكر، وفي التحديد في منطقتي دجلة وسيلفان. هذه الاشتباكات أيضا أدت إلى مقتل جندي تركي، كما قامت قوات الأمن التركية بحملة دهم واعتقالات واسعة طالت العديد من العناصر الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني. ربما بالتزامن مع هذه العملية حملة الاعتقالات أيضا طالت عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما في مدينة أنطاليا. اليوم السلطات التركية أعلنت أنها اعتقلت 20 شخصا، 2 منهم يحملان الجنسية الروسية، في مدينة أنطاليا. وهذه حملة الاعتقالات هذه تأتي قبيل 9 أيام فقط من بدء اجتماعات قمة مجموعة 20 التي ستنطلق في مدينة أنطاليا في 15 و16 من الشهر الجاري. شكرا جزيلا لك عدنان الظاهر على جملة هذه التفاصيل، كنت معنا من إسطنبول.